أخوة وأحباء. من هالشباك المفتوح شفت الحاضر والماضي، الحاضر زنبق عم بيفوح والشعب كله راضي. قصيدة سجلية للعم أبو نبيل جميل عازر، فليتفضل. نهتدي من نورك الوهاب. يا سيدنا جينا بواجب واجب، نهتدي من نورك الوهاب. في صليبك بارد السكان، وخلي عصاتك للرئيس يا في صليبك بارد السكان، بالوفاء والحب والإيمان. ويضل عالي اسم نار الياس، وتضل روحك من نفوس الناس. يضل عالي اسم نار الياس، وتوضع بيدك حجر الاساس. يا سيدنا بارك على هالناس، مثل المسيح اتضل راعينا، ويبقى صليب الرب فوق التاج. مثل المسيح اتضل راعينا، وهديك عدرب الخير يهدينا. أقوى إلك من صخرة المينا، ويا ما عليها تحطم الأموال. نهجك كل الرعي تعديني، والكنائس في جهودك تنبني. يا سيدنا ان شاء الله تعيش بهالدنيا بالفخر والعز، الا تضل انت وعصابك والصليب سياد. يا اخواني يا اخواني، اذن الله نبينا، انتهى التصنيف بالشغل ابتدينا. اكبر رعي موجود عنا، ومن ضيق الكنيسه شو علينا. رح تتعدد الايام عنا، هقول ما هدمنا بنينا، لكن فرض واجب كل منا ندفع
نعم ابنغ الأكبر علينا. أسرة ويحدين احنا لأن التكاتف لو تعاضدنا جلينا. بدنا كل شخص يكون جلى بالأفكار وبتعمل يدينا مثل راي على رؤوس الأسلة بالإيمان والحب التقينا. وحتى نكون قدوة في وطننا لأجيالنا الجاي عطينا. وتحت راية أسدنا كل منا بالأرواح قائدنا بدينا. المدائن والقرايا أهل الخير في صدق النوايا نهجها للجوامع والكنائس المحسن خير بدل العطايا. ومن أجل المعارف والمجالس المحسنين أيديها الضحايا التواضع والمحبة ثوب لابس للإحسان عنده طيب نيب حب الخير أفكاره غنايا. أوف يا إخواني يا إخوان اللجان شكلوها بالحكمة وبالقامة ضموها على الإيصال اسم البطركي ومجلس رعيتنا سجلوها رعيتنا بشهادتها غنية. الرأي المستقيم بيتبعوها إذا تبرع إذا تبرع فقير بخمسمية بالتقدير والشكر اقبلوها. بدنا نصير حد الإمكانية وما بدنا الشروط تحددوها. الكنيسة تكملوها الكنيسة تكون قد المريمية. الكنيسة تكون قد المريمية أو أكبر شوي توسعوها. الكنيسة تكون قد المريمية أو أكبر شوي توسعوها. بده يصير عندنا أبرشية مع جنب الكنيسة تشيلوها. وبده يصير عندنا مطرنية بكرة كلمتك تتذكروها. بشكر المحسنين على الغير السفيه وعلى الأموال يلي تبرعوها. ونشكر أعضاء مجلسنا الفتي على الأعمال يلي نفذوها.
المحسنين ورجال الوطين وأبناء عين يكملوها يا سيدنا إن ذراع الرعي يا سيدنا يا سيدنا إن ذراع الرعي إن شاء الله بعد ما نبني الكنيسة بصلاة الصليب تشوها أيها الخالق والمبدع الكل، انظر إلى عبيدك الذين شاءوا بعزة قوتك أن يقيموا بيتا ويشيدوه تشيدا. ثبت يا ربي أنت على الصخرة المكينة التي حسب قولك الإلهي في الأناجيل لا يقدر أن يضرها ريح ولا ماء ولا شيء آخر، ارتضي بأن يبلغ بناؤه لهذا المكان إلى النهاية، واعتق المزمعين أن يصلوا فيه من كل مشورات المضاد، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. بنصلي فيها قداس يا الله ان شاء الله احنا Thank you.